مسؤولية اجتماعية على الدولة أن توفر له الدواء بما يتناسب مع احتياج بما إمكانياته المعيشية. ما ينفعش أقول له خده غالي وإلا مش هتلاقيه. صحيح يعني. صحيح. ممكن لما يلاقيه غالي فما ياخدوش خالص. لا صحيح. هل 20% بتذبح الغلابة والبسطاء ولا أبداً. لا؟ أبدا. 20% هيدعولنا الغلابة بإذن الله رب العالمين. هيدعولنا. ليه حضرتك؟ في حد لما تقول له الدواء ب5 جنيه هيبقى ب6 جنيه؟ لا ده رخص. هيدعي لك؟ لا يا فندم ده رخص مش زادش. الدواء هيرخص مش هيزيد. ليه؟ بيزيد. هقول لحضرتك. 5 جنيه طبعا قبل بس بخش 20% قبل بس بخش في شرح النظرية. أبو 20 جنيه هتطبق عليها ال 20 هيبقى 24 جنيه. هيقل مش هيزيد. معادلة صعبة شوية. خليني بس اشرح لحضرتك. هو عشان يجيب أبو 20 جنيه يعني خليني بس أوضح بس يا أستاذ. هتخلوا له أنتوا 24 جنيه؟ هحاول لستك حضرتك. أولا طبعا بشكر حضرتك على طبعا الاستضافة الكريمة. دكتور هاني حضرتك صيدلي؟ أنا صيدلي. اشتغلت في مصانع أدوية؟ اشتغلت في مصانع أدوية، شركات أدوية، وعارف خبايا شركات الأدوية. خليك وعارف. خليك يا فندم أنا مش في استجابة، بقول لحضرتك. لا أنا عارف. درست التكلفة يا دكتور هاني؟ درست تكاليف دواء؟ درست تكاليف دواء يا فندم. الفرق بين مراكز التكلفة وعناصر التكلفة إيه يا دكتور هاني؟ فندم احنا مش أنا هقول لحضرتك على جواب لحضرتك. أي مواطن بسيط مش محتاج يعرف الكلام ده. الفرق أي مواطن بسيط يكتب كلمتين بالإنجليزي يبعتهم للشركات بين مركز التكلفة على الإنترنت ويعرف المادة الخام. شوف يا سيدي العزيز، كل ما قاله دكتور هاني خطأ تماما. لا بس ما تقوليش شركات الأدوية ما بتكسبش زي السلاح والمخدرات. لا بتكسب. طيب ما حدش يقول ان محدش زي السلاح والمخدرات. زي السلاح والمخدرات دكتور اكتر يا عم. قول كلام تاني بس. هو بالورق يا فندم؟ ما فيش ورق. مين اتكلم بقى يا هاني بقى؟ في ايه يا هاني؟ استنى شويه يا ابني، استنى شويه مش كده. الصناعه دي صناعه، واذا ما كسبتش مش هتعيش، مش هتستمر. دي صناعه قائمه على الار ان دي، على ريسيرش اند ديفلوبمنت. ما حد ما فيش حد بيقول لك ما تكسبش. مش معناها مش لازم تكسب طبعا. عايز افرق بين حاجتين. الحقيقه ان في مصانع يعني الحمد لله رب العالمين تكسب وعايشه كويس وعندها ميزانيه منشوره على فكره. ميزانيه معلنه مش مختفيه على حاجه. يعني عندنا النهارده 154 مصنع دواء، عندنا 30 مصنع، 35 مصنع، 40 مصنع واقفين على رجلهم وقادرين يكملوا ومواصلين وبيكسبوا، محدش يقول حاجه. عندنا اكتر من 120 مصنع عندها معاناه، معاناه شديده جدا جدا جدا. عندي بالاحصائيات 70 مصنع دواء. خلينا في ال 20% يعني. ده انا بس عايز اوضح لك ايه. ما الذي استدعى؟ انا كنت اتصور الدكتور هاني كان يدقق معلوماته في كلمه تكلفه المنتج. دي مساله خطيره جدا يا دكتور هاني، وانت كررتها كتير في اماكن مختلفه. لا من فضلك نقعد مع بعض شويه يعني، نخلص الحلقه ونشرح مع بعض الفرق في التكلفه. لا انا بس ما عنديش الوقت كل ده. لا انا عندي اللي بيهم المواطن دلوقتي. ما ينفعش بس معلومه غلط. ما يهمش. وما ينفعش بس معلومه سليمه مليون في الميه. المواطن نفسه دكتور هاني، انا 30 سنه صانع دواء هاني يا فندم. انا 10 سنين يعني صحيح الشركه والحمد لله يعني مش الموضوع. ولا الاول ولا الاخر. ليه بقول لحضرتك يهم بيومي وشلبيه؟ ليه بقول لحضرتك هيبقوا سعداء ليه؟ هعرف اشتري الدواء ده ولا لا؟ طبعا يا فندم. بس طبعا لان الحقيقه كل الادويه الرخيصه اختفت يا استاذ وائل، اختفت فعلا. يعني عايز اقول لحضرتك هو الوزير 4000 صنف. لا مش 4000.